عند مدخل المسجد يتقدم للسلام على أمير المؤمنين السيد يورنو أمادو حاسي ديالو الوزير المنتدب لدى وزير الإدارة الترابية المكلف بالشؤون الدينية بجمهورية مالي الشقيقة. صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي في مدينة الرباط بحضور السيد يورنو أمادو حاسي ديالو الوزير المنتدب لدى وزير الإدارة الترابية المكلف بالشؤون الدينية الذي سلم لجلالة الملك رسالة من رئيس جمهورية مالي الشقيقة فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا. ومن منطلق الروابط القوية بين البلدين أثمرت الزيارة الملكية لجمهورية مالي في شهر شتنبر الماضي عن توقيع اتفاقية يعمل المغرب بمقتضاها على تكوين 500 إمام على مدى 5 سنوات.